أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن لم تخرج عن أبنيتهم فيهما، أعني في التقديرين، فحينئذ إما أن يكون هناك إظهار شاذ أو لا. فإن كان فإما أن يثبت شبهة الاشتقاق أو لا، فإن لم يثبت رجح بالإظهار الشاذ بالاتفاق، وإن يثبت الشبهة فإما أن تثبت في أحدهما أو فيهما، فإن ثبت في أحدهما إلى آخره. لقينا درسي صدر وانظر لدرس كاني شرح النظام. تبعة هذا بحثي بابتەکەی پێش داین و ئێستا دەگەین ئەوە کە لەم بەشی سێهەمەدا باسی ئەوە دەکەکە ئەرزی برای خۆمەکەم کە دەڵێ لە پێشدا باسمان کرد کە جاری وایە کە دوو حرف زائیدە دەبن، بەرحاڵ تەقدیری ئەوە دەکرێت کە یەکیان زائیدە بێت، یەکیشیان تەقدیری ئەسڵی بۆ دەکرێت. پاشان لە بەشی دووهەمدا گەشتینەوە کە لە دوو حرفە زائیدەکە ڕێدەکەوێت هەردوو تەقدیرەکە دێتە پێشەوە، هەم هەردوو حرفەکە تەقدیری ئەسڵی بوون و زائیدە بوونیان بۆ دێتە پێشەوە. بەڵام بە هەندێ لایەندا دەیبڕینەوانێ کە لە عینی حاڵدا بە هەندێشە تەرجیحیە دێن. ئێستا دەڵێ فەئن لەم تەخرج عەن ئەبنیەتیهم فیهما، ئەگەر نەدەچوە دەرێ کەلیمەکە، تەخرج فاعیلەکەی بۆ کەلیمە چێترەوە، ئەگەر کەلیمەکە نەدەچوە دەرێ لە ئەوزانی سەرفیەکان، فیهما هەماکە چێت بچڵە ئانی فی تەقدیرین، لە هەردوو تەقدیرەکەدا بە تەقدیری هەردوو حرفەکە کە هەردووکیان ئەسڵی بن، جایەک ئەسڵی ئەوکەی کە زائیدە زائیدەکەی پێشدا بیکەوە ئەسڵی و ئەسڵەکە پێی زائیدە، ئا بەرعەکس. فەحینەیزین ئەو کاتە ئیما ئەن یەکوونە ئیظهارون شاذن ئەو لا، جا وەختێک کەلیمەکە نەدەچوە دەرێ، باشە بەو دوو تەقدیرەیە لە ئەوزانی سەرفیان نەدەچوە دەرێ، ئیتر ئەو کاتە یا ئیظهارێک شاذ دەبێت یا نابێت. فەئین کانە ئەگەر بوو، یا شوبهەی ئیشتیقاق سابت دەبێت یا سابن نابێت. فەئین لەم یەسبوت، ئەگەر سابن نەبوو ڕوجیحە بالئیظهاری شاذ بالئیتفاقی، ئیتر تەرجیح دەدرێ بە ئیظهاری شاذ باتفاق. أو دعا قصيد يكين كتوان دبن. وإن يثبت الشبهة أجر شبه اشتقاق كش صابد بو أو لا، فإما أن تثبت في أحدهما أو فيهما، يا ليك لا أو دو حرفك بغالب زائدا لو أن دا صابد بيا لها دو شاندا، فإن ثبت في أحدهما أجر ليك دا صابد بو رجح بالإظهار الشاذي، ترجح دذبتي بإظهار الشاذ، وقيل يرجح بشبهة الاشتقاق. عندك جدلن ولا با شبهه اشتقاق تدبت ترجح تدري جاءت الأمزة مثال ما مودين تواني. ومن ثم اختلف في يأججين اسم قبيلة اسم قبيلتي، ومأججين اسم مكاني، اجتماع المثلين عفو اسم مثلين بلى اسم مكاني. فمن رجح بالإظهار الشاذ لئلا يلزم باشا خرق قاعدة معلومة وهي الإدغام عند اجتماع المثلين، قال وزنهما فعلل، والجيم الثانية للحاق بجعفر باشا. ومن ثم رجح بشبهة الاشتقاق لئلا يلزم بناء لم يوجد له أصل في كلامهم، قال وزنهما أرزي بريخونكم يفعل غير مصروف، ومفعل إذا وجد في لغتهم أجت النار تأج أجيجا إذا تلهبت، وأج الظليم يأج أجا إذا عدا وله حفيف في عدوه، ولم يوجد يأج ومأج، فجعله على بناء كلامهم أشبه،
وحيث تعذر الاطلاع على جميع لغاتهم فالأخذ بالإظهار الشاذ أولى. على قصة هابد بوليش لو جوانا دا باشا باشا بق بربانا أفر زوج جوانا برو برو لا يداي ما درس كذا بدك برو جا استي أم جا أجر ثابت بوليش عندا رجح بالإظهار الشاذي ترجح لدي بس بإظهار الشاذ باشا وجاء أمجا شون ترجح بإظهار الشاذ وقيل بركتو أنا يرجح بشبهة الاشتقاق أو كاغا كوتي كوتي جا استي أجر ثابت بوليش عندا ترجح لدي بإظهار الشاذ وقيل يرجح بشبهة الاشتقاق جاء لبر أو كأم اختلاف لبر أو كترجح دبي بإظهار الشاذ يا بشو اشتقاق اختلاف دبي لأججدة ولا ما أججدة كليرة دا دودان حرفي هاو مثل كوبنواني باشا لواقع دا أمانة أوانين يعني مثلا كتوكو دبيني كإدغامي تدا نكراوا أم إظهاره كلبيني أم دو حرف داهية يعني دو جيمكا إظهار داكلين إدغام ينتدانا كلي أما إظهارك الشاص باشا جاء أمزة تماشاكا فمن رجح بالإظهار الشاذي أقل أوي ترجح دادا لردا بإظهار الشاذكا ترجح دادا بووي كوان نيتا بيشوا لابن كن كردن خرم بمعنى كن كردنا كن كردن وعيب دار كردني قاعديك معلوم قاعديك ديار ومعلومة ايش وهي الادغام الاجتماع المسلميني ايش كادغام لكاتك كاجتماع المسلميني دو حرفها ومثل كود بنواني قال اويك او ترجح دل ولا وزن ما فعللون وجب الصينة للحق بجعفر شنك ابو اويك بهرحال ام ازهار الرجل يبجيري ايوانيا بووي نبيتا تشيشب وقاعديك قاعدك معلوم دياريك لا شنك هركاتك و دو حرفها ومثل كوب نوانه ولواقيد امانه ادغام لتو تدغام يمكي جاواني كاوا دلن اما دلن كاكا كاكي جان يأجج وما أجج مثلا لسا وزني فعللا باشا يأجل كلسا وزني فعللا دلن هدو شان لسا وزني فعللا بلان ايبو ادغام تانا اخذر والجيم السانة للحاق بجعفرين جيمي دو اما كزياد كلاو بو إلحاق كردن با جعفر ويا وعادة لإلحاق داو كشون دو مانا وقتك إدغام نكرا لكلمة يكدا أصلا بو إدغام نكردنا نشانيك وبلين دلالتك علامتك لسلو كامل إردا ألم دو حرفيشا كزياد بلا إلحاق زياد بلا شونك لإلحاق دا لملحق دا بو كبتة سلوز ملحق بيكا إدغام ناكل الواقع يعني شيء لما هون إدغام الحاق الواقع ده شونك أجر تو مثلا لجلب بدأ تو بيني باي أول دوما دغم كي وزني ملحق بيك كفعل لي دفوتي اللي ركان جا دقيقة نرشته بل أما أويك بإظهار شاذكا دلي أما اللي ردا حرفك زائدة وحرفك بلين بحر حال بلان لواقع ده كإظهار دو حرف كراو كلبنا يقدان وكو يكن كإدغام يتدانيا كذب يا ابو بيا او لبره هو كما اما كلمه كبو جيم كذا كبو الحق بو باشا بو الحق با اوي بتي بيدلين بو الحق بجعفر جام اللي جن فين ثبت في احدهما ها اما ك ثابته زائده كلي جن مثلا لججدا ولا ما اججدا دو جيم تدان لي جن زائده كثابته باشا اول بدون بكارمنيا بلام حدك اسكدينن ترجيح دادن بم إظهار الشاذ ترجيح هنديك بلام أوانيك ومن رجح بشبهة الاشتقاق بشو اشتقاق دادن أو إشادة كان أما بو ترجح آوي دادن بشو اشتقاق دادن شبهة هيكي اشتقاق إليا دادن لما يدلن بيادت يما لماني خوار ومشتاق بير أم كاربو يدكن ولا لألا يلزم بناء لم يجل لغتم في كلامهم بووي وزنك نيتا بيشا وكبو أو وزنا أصلق لكلام على باندانية جاءويك أعوادلا قال وزن ما يفعل غير مصروفين أويك أعوادلا دلا وزن كان كاك يفعل يعني همزة أبلم يا أكزا إيدين أولا يفعل عرزي بريخهم كم ولا واقج دا غير مصروفين وزن كان يفعل ومفعلنا باشا إما أججي
بلان لوي بيجدا وزني هدوكاني دكدتي فعلل بلان لم يدوم ياندا دلا وزني اولا يججي يفعلوا كوا غير منصرف به يدوم شان مفعلا اذا وجد في لغتهم بمرجك للغة عربا مادي اشتقاق كمادي سركيب ومشتقاق بيدابو مثلا كدلان اجت النار تأج اجيجا اگر او پیدابه ببشته وقت كوا اذا تي تلهبت وقت قر عقر قري لي دبيته وبرسي لي دبيته انا اوا يا اج الظليم يأج اجا او كي اذا عدا وقت كدروا ولو حفيف في عدوه والدنجي بركاني ديك اللي يدرينا او شي بيدلن او ظليم يعني نير نير نيري وشت المرغ لواقع دا او براني قولا نقل ليك دادرين واني ببال دروا دنجي كي ليدا بيتاني ام جا لعين حاضا ولم يوجد يأجن وما أجن اما هاتوا أجت النار توزانم أج الظليم بلام يأجو ما أج نهاتن اما ننهاتن ديك لي رجدا ام دلي يأجج وما أجج اما دينا ترجح لا بشر باشتقاق دبات والسلاوية فجعله بناء على كلامهم فجعل على بناء كلامهم أشبه سبها الحاضر دلو ولم يوجد يأجو وما أجو يعني بتشديد جيمك أم وزننا هاتو يأجو باشا ما أججنا هاتو جا دلو أما كاتك أم بشر بها اشتقاقك كوا أرزي براي خومكم ترجيحيان داو يعني اشتقاق يكيان لنظر كتوبو اما بوي دالا وزنك نية تبيشه وكلا كلامي عربان دانا بسي وزنك كان يفعلو دبي ومفعلو دبي بم حسابه بلان بو مرجع كلا لغتي عرب دا امانا كباسمان كلب بي كسر شاوة اشتقاقي بو كلمة يتي ولم يوجد يأجو وما أجو يأجو ما أجنا نية وجير نكتو الى كلامي عربان دا دي فجعله على بناء كلام اشبه قرار داني ام كلمه ام وزنيه ام بناء لسر بناء لسر وزني وزني كلامي صرفي كان شبهته باشترا تاوكو داني لسر بناء كلا ناو لغه العرب دا موجود نبلاقده دي وحيث تعذر الاطلاع على جميع لغات فلاخذ بلسان الشاذ اولى ولا شوينك كوا معذور بو ندكلا اغاهي پیدا كدن بسر تواوي لغات العرب زين داخو الاشتقاق سرتشا وكيدت توبوچو دي دزگرتن با اظهار شازه وباش جالي ردا ترجيحي اظهار شازه كدري شبه اشتقاقك لواقع دا اشتكي ضعيف لا واز او يسرو اظهار الشاز من هي لواقع دا كمان اشتوا من هي كوا مثلا بو نمونه دبيني دو حرف لفنايك دان ادغام يتدانكري ايوا اظهار ذكرن بجي ادغام بكرن شوف اظهار برابر ادغام ده باشا راي برابر اخفاء شهر دي البته اظهار فلا ده ما سي بي اظهار كفي نقطه مقابله كي دي كيدغامه ده اما ترجح لدل الواقع ده ايه امزه مع شبه اشتقاق يعني كده لو معنى شبهه الاشتقاق موافقه البناء باشا بناء كلامهم في الحروف الاصول من غير ان يعلم موافقته اياه في المعنى الاصلي دلای شبهه اشتقاق موافقه کردنو ریکوپیکبونی وزنکه با وزنی کلامی صرفی کن لحرف اصل کنده. بی اویکا بزند ری موافقی او بناء ایاهو با بنای کلامی صرفی کن و عربان لمعنا اصل کده. او پیلان شبهه چی شبهه اشتقاق. پسشان و نحو محببین علمن لرجلین کنای پیاوکه. بله عرضی برای خون کم بله اما لأصلا من بله ونحو محبب علما لرجل يقوي الضعيف من القولين وهو الترجح بشبهة الاشتقاق لأن وزن بالاتفاق مفعل ويني محبب كبمش اجدو حرب لفنايا كان كعلم بيبو بياوك باشا ام محببة تقوية الضعيفة كدك لو دو قولي بيش دا كترجيحة بشبه اشتقاق بو شكل لنا وزن الاتفاقي مفعلون وزن محبب باتفاق مفعلة
جا عرضی برای خون کم اگر ترجیح بدره به اظهار شازه که محبب به من گفتی اما فعله باشه لبره و کباعکت تکرار بوتو لبره و الحاق ببه مثلا به جعفری و بونمونه مثلا باشه و اجیبه بوضوح اشتقاقه من حبه وليس من شبهه الاشقاق في شيء وبلان جواب دراو تو ايام قوليا بواضح بوني اشتقاق محبب لحبي اتر امك اوابي وليس مش اشتقاق شد شبه اشتقاق به الشواج لم بابت دا موجود ميلا وقيدا جا امجا فان ثبتت شبهة الاشتقاق فيما فبالإظهار الشاذ يرجح اتفاقا بلان اجر شبه اتفاق لم دوان دا خلاصة كلام وجير كوت ايوانيا امال واقعي نفس الامر دا بإظهار الشاذ كوا ترجح ددري باتفاق كدالي مهددين باشا غير مصروفين لكون اسم مرأتين وكو دالي مهدد باشا زاق الشبه اشتق أو توابون فإن ثبت شبه اشتقاقي فيه ما في الإظهار الشاذ يرجع أجر صابد بو شبه اشتقاق أها باشا فيهما ليش لو دو تقدير يعني بيش داكا باس ماكر مثلا دو حرف زائده بفرض مثال لحد بشنده بودو تقديري كيفاش دا باسمان كير اي جائزتي عرضي براي خونكم فيهما ستوب وتقديرينك كيفاش كيفاش دا باسمان كير او بإظهار شازك ترجل ده باتفاق وكو دالي مهدد كواحالي واك مهدد شا غير منصرفة شو كناوي جنيك إذ يشبه أن يكون مشتق من المهدي أو من الهدي شونك دا قنجة شبيهة بوي كالله مهدي مشتقبو بيا لحدي دي فالرجحانو للإظهاري ليالا دا ترجيحك بو إظهارك يكا إدغام نكرا و إظهارك كرا و إظهارك إظهارك شذا إذا فوزن هو چي فعللونا زود شوانا باشان فإن لم يكن إظهارون شاذر أقل إظهاري شاذ لأرادان بو فإما أن يثبت الشبهة الاشتقاق في أحد ما فقره فيما جميعا يا شبه اشتقاق ليش لدو تقديران دا حياة تانية وبس يا لهدو كان دا حياة تكرا أو لا يثبت في شيء منه يا لهيش كامي كان دانية أمجا دواء معنى تفصيل أمس الصورة فإن ثبت في أحد ما فقد أجل فقلي كان دا هبو أو فبالشبهة الاشتقاق يرجح إن لم يعارضها أغلب الوزلين في الآخر في الآخر كميمي موضب بالفتح اسم موضع أو بشبه اشتقاق أو ترجح ددريت باش أقلي كان دهبو بمرجك معارض ومخالف وشبه اشتقاق نبي أويك لو دو وزنان دا بالنسبة أوكيك وأغلبتلو بلين زالتلو زورتلا وكو كميمي موضب بفتح ميمك كناوي شوينك أما فإن مفعلا وفوعلا كلا موجودان إيسي موضب ميمكا زائدة بيو بلين أرزي بلاي خونكم لسوزني نفعلي دبي يا نخي واوكا زائدة بيو ميمكا أصري بي لسوزني فوعلي بي حدو كان عن أو دو وزن موجود موضبكو كوثر وكو جوهر لكن شبهة الاشتقاق مع مفعلين بلان شبه اشتقال غل مفعلي لأ شنك فإن التركيب من وضب مستعمل في كلامهم بخلاف مضب لبروا تركيبك تركيبي أم كلمة لواو صا باشا لقلب بعدا لكلام عربان دا بكار هندرا وبلان بيتشواني تركيبي ميم زا ب با وكو منظبة مثلا وضبة حيا بلان مضبة دبينينية أمجا ومعلن اسم رجل معلنش كناي بيوكك أي شرب وشيوه إذ التركيب من عين لام واو باشا تركيب أم كلمة لعين لام واو مثلا علو بونمنا كثير شائع زور بخلاف التركيب من ميم عين لام معل فإنه قليل وكما من ذلك لو كما يدلي معلت الشيء معلن إذا اختلسته وقتك و ديبتري باشا وفي تقليل أما شربهم شيء وذا ضل لي ردا معلن لسوزني مفعلي بيت باشا شو اشتقاق لقل مفعلي دايا نقل لقل أوكي كده وفي تقديم أغلبهما عليها عرزي بلاي خوما كم أعني في تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق حكاية دهو شبه اشتقاق
ولا بيشكوتيني أغلبهما أينيتي عليها نتي يعني ما بس ما يدل على بيشكوتيني أغلبي أو دوزنا لو دوزنا ككعما زوترا لبيشكوتيني يك يك لو دوزنا أنا كزوتر لو كيك بسر شبه اشتقاق دا أو إذا عارضها أغلب الوزنين وقتك و أغلبي وزنك أو دوزنانيا معارض شبه اشتقاق كبل لو كيك دا في الآخر نظر تيروانين هي يا بلين إشكال هي والأصح تقديم شبهة الاشتقاق لجواز أن يكون الرد إلى أغلب الوزن في لغة العربي رد إلى تركيب المهمل دلي أصح أو يبيش كوتيني شبه اشتقاق يعني شبه اشتقاق كلا بيش ويا وبيش دكوي لبرد رزبوني أوي تكري ردي أو وزن أو أغلب وزنين بكرتا ردي أو بلين أو وزنية بكرتا واني إلى أغلب الوزن في لغة العربي بولاي يكيك لو دو وزنانا كغالب زورتلا لو كيكا للغة العرب دا أما لبر أو لبر درزبوني ردي أم وزن بو أغلب دو وزنين للغة العرب دا رد إلى تركيب مهملين دكري قرانو بي بو تركيبه كتركيبك مهمل به ورد إلى غير الأغلب رد إلى تركيب مثلا وقرانوي أو وزنية بو وزنية كغير أغلبك كم تربكار هاتوا قرانو بي بو تركيب مستعمل يعني غير أغلبك بكار هاتبه بلان غالبك بكار نهات بيت يعني بمعنى بيت جاء ورد إلى المستعمل أو لا أم جاء قرانو هميشا بو تركيبك كلا كان حرف بيك ديو كلمية كلا دروز دبيو معنى دارة باشترا تاوكو أوكيك وذهب بعضهم إلى تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق مستدلا بأن الحمل على ما كثرت نظائره أو لا من الحمل على ما قل نظائره برغل زانان برو أوتشن بو بيشكو روشتن برو بيشكوتيني أغلبي أو دوزنانا بسر شبه اشتقاق دا كحال ينوايا استلال ينهناوتو بو حمل بو سر أوي كوا نزائركي زور تربية باشترا حمل بو سر أوي كوا نزائر هاوينكي كوا تبيت كم تربية ولذلك حل بخاتي أويا قيل قتلا والرمان فعال نسوزني فعالية بو لغلبتها هكذا تبو أنك أرزي براه بو شبه اشتقاق لبر غلب بوني شبه اشتقاق في نحي لبيني رمان ده باشا يعني غلبي أم وزنا لغلبت يعني أم وزن نك شبه اشتقاق لبر غلبي أم وزنا باشا وأوش كوا بزوري لفعلاني بيت إيه مما هو من جنس النباتي كالتفاحي لبر أو لبر غلبي أم وزنا في نحوي لنحوي رمانو لنحوي رمان لوانك ولا جنسي بجوجاب كالتفاحي والكراث والقلامي قلام لضرب من الحمص نوك نوع نوك وعلى القول الصحيح هو فعلان بنا بقول أصح وزن رمان فعلانه لكسرة المشتقات من ريم ري ميم ميم لرم دون رمان يعني اشتقاق غزوت الله ري ميم ميم النقل ري ميم نونا من ذلك دلي رممت الشيء أرمه أرمه يعني هم لبابي يك هم لبابي دو هم لبابي يك رما ومرمة إذا أصحت وقتته تشاشيكي ورمه أيضا بمعنى أكله ومعنى أشهته إيه زوت شاك دو أوا فإن ثبت تنزم داخل الله يشي أي خدا بلا ديال الأدب السين لبر أوا إن شاء الله دم هي بدرسي تشيكا كوتاي في بينينو بقينا كوتاي بحسي أن زو زيادة بخوي جورة تمسفيره.